هاد الحراك باش نضمنوا مع الاخوان ديالنا اخوان ديالنا ليداك، وهذا هم كاملين ماشي هم ديال ليداك، هذا هم جميع الوكالات في المغرب. حنا جينا باش نضمنوا معاهم ويكون هذا صوت لجميع الوكالات، لان هذا التعاضديه وهذه المسائل المكتسبات ديالنا راه ماشي ديال الرضاليين ولا ديال الناس ديال العراق ولا الناس ديال الدار البيضاء. حنا جينا هنا باش نوصلوا الصوت ديالنا المسؤولين، وجينا باش نشوفوا هذه القرارات اللي هي خرجت مفاجئه، اللي هي كتضر اكثر ما كتنفع حاليا العمال، لان الطريقه اللي كانوا غاديين بها، لان حنا كنعرفوا بلي لي كاس ديالنا عندنا دو كاس سي ام اس اس اللي هي صندوق التعاضدي، وكاين صندوق التكميلي. حنا حاليا ما عرفناش هذاك الصندوق التكميلي عند من، شكون هو المسؤول عليه، لان كل كاس عندها رئيس ديالها وعندها مسؤول ديالها. اذا هاد الناس هادو، هذاك الكاس هذيك اللي هي كاين اقتطاع ديال جميع العمال، كيتقطع عليهم في هذاك الصندوق. حنا بغينا نعرفوا ذاك الصندوق ماشي صندوق تكميلي كاسيرونس للدواء، لان سان كاس عندها بزاف ديال المزايا، سواء في التطبيب سواء في الترفيه سواء في هذا. واش هذاك الصندوق اللي هو دارو اللي هو الاقتطاع ديالنا لحد الان ما كنعرفوش شكون مولاه وشكون اللي مترعس به. وكنطلبوا حنا مع وزاره الداخليه في هذا القرار اللي خرجت به، ولكن مع العلم بغينا نعرفوا الاصلاح كيفاش داير. من حقنا نعرفوا هذا الاصلاح كيداير، لان جميع المستخدمين بالوكالات ماشي عندهم، كانت عندهم مجانيه التطبيب بس، كان عندهم الا كان الاقتطاعات كانوا كتقطعات عليهم 3.33 المستخدم، و 3.66 كتخلصها المشكل كيخلصها عليه. اذا هنا عندنا لا كوتيزاسيون ديالنا مع الصندوق التكميلي كتكمل 100%، 80% ديال لا سي ام اس اس و 20% ديال السيم كاس. اذا حنا جات واحد الوقيته كنتفاجئوا بلا وزاره الداخليه حطات يديها على هذا، عطات الرضا، هي اللي تكلف التقرير المالي والتقرير الادبي من ناحيه لا سي ام اس اس، وعطات ليداك الكوس حتى هي التقرير المالي والتقرير الادبي ديالها. حنا بغينا هذا الاصلاح هذا اللي خرجت في وزاره الداخليه نرحبوا به، بالعكس خاصنا نعرفوا غير الطريقه ديال الاصلاح كيفاش غادي تكون. دابا حنا لحد الان جاو الناس ما في علم والو، كانت كتمشي كدوز لافارماسي كتاخذ الدواء، حاليا ولاو خاصهم يمشيو يخلصوا من جيبهم. توصلنا بعض الاخوان اللي هما جاو لعندنا ما عندهمش باش يشريو القطن ما عندهمش باش يشريو، لان كانوا مولفين واحد العدد ديال واحد 40 ولا 50 عام غاديين بهذه الطريقه هذه، كيتقطع عليهم كيمشيو كيدوزوا. اذا حاليا دابا منين جات هذه القضيه ديال يمشي يخلص ويتسنى، هذا هو ما عندوش ما ياكل. حتى دابا الناس راه عندها لي بونسيون ديالها اللي طايحين، عاد يزيدوا هاد الجي 3000 درهم ديال الدواء، ملي غادي يجيبها فهمتيني. كاين الاشكال الثاني، حنا التعاضد ديال دابا العام اللي هي التدهور ديالها، كاين الناس اللي هما مخلصين 6 و7 مليون عامين ما ترومبورساو حتى ريال. كيفاش هاد الناس هادو غادي عاد انولوا كنرومبورسيو؟ واش هو ما يستد المليون و5 مليون و4 مليون؟ هاد الشيء هذا اذا كان سوء التدبير ديالهم، العمال ما عندهمش صلاحيه فيه، كيخلصوا الواجب ديالهم خاصهم يلقاو المسائل ديالهم مقاده. اذا كان عندهم سوء التدبير هما يسوسوا ويصلحوا، يقلبوا على لي بوك يقلبوا شغلهم هذا. حنا اللي كنعرفوا وكنعديو خاصنا الطبيب ديالنا، هذا هو اللي هذا. وشكرا وتحيه رضا ديال الجميع، لا الناس ديال ليداك ولا الناس ديال قنيطره ولا الناس ديال رضا ولا الناس ديال تيتوان امانديس، تحيه رضا ديال جميع الوكالات. حنا جينا لهنايا كنعبروا الصوت ديالنا باش ان شاء الله تاهما خاصهم يكونوا معنا. تاهما هذا ضرر، ماشي ضرر ديال 3 ولا 4 ديال اللي ريشي، هذا ضرر ديال كلشي، سواء مزاولين ولا متقاعدين ولا ارامل، هذا مكتسب ديالهم. خاصنا استرجاع، ماشي طلب، هذا ليس بطلب بل استرجاع الحقوق ديالنا.